مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، يسعدني قدومكم ولقائكم مرة أخرى في البث المباشر في الحلقة الثانية من فيينا. أخوكم طرف بغجاتي معكم هنا. موضوعنا اليوم سيكون متابعة على موضوع الحلقة الأولى. الحلقة الأولى على فكرة متوفرة اليوم في اليوتيوب، أيضا في قناة على اليوتيوب يمكن متابعتها بعد ذلك. وإن شاء الله سنتحدث فقط عن النقط التي نهتم بها باعتبار أتى عليها بعض الأسئلة، وخاصة اليوم بالذات طلبوا مني إخوة خارج النمسا وخارج أوروبا أن أشرح بعض الأمور التي قد تكون غائبة عن بعض الأخوات والإخوة في العالم العربي والإسلامي. يعني الأسلوب التعامل مع الكورونا أسهل ما يكون على الفرد، وهو الحفاظ على النظافة العامة وخاصة اليدين. يعني كل شيء يمكن أن يصل إلى فمك أو أنفك أو عينك يجب أن يكون نظيفا، ويكفي هذا بالصابون العادي لحوالي 20 إلى 30 ثانية. يعني لا نريد هلع ولا تخويف ولا معقمات كثيرة ولا غسل طرقات في كل الوقت. طبعا كله مفيد، يعني كل شيء يساعد على النظافة مفيد بإذنه تعالى، ولكن الأصل هو تجنب أي شيء من الخارج، رذاذ، سعلة، عطس، يصل على بعد متر، متر ونص ومترين. فإذا الأول هو نظافة اليدين، الوجه، التغسيل مثل الوضوء تماما، بعد ذلك الحفاظ على المسافة بيننا وبين الآخرين أقل ما يمكن متر، والأحسن متر ونص، والأحسن مترين. ثانيا تجنب كل مجموعات اللقاءات البشرية، وكل ما زاد الأعداد كل ما كانت المصيبة أكبر. مع الأهل الذين يسكنون في البيت نفسه ليس هناك حرج حتى من القرب، ولكن مع غيرهم، مع عماتك، خالاتك، أمك، أبوك، أختي الكريمة، يجب أن تقطع كل العلاقات، وخاصة حفاظا على الإخوة وكبارنا في السن وآباؤنا وأجدادنا، فهذا مهم جدا جدا. طب يأتي بعض الإخوة ويقول طيب عندكم صار في النمسا شبه حظر تجول، يعني لا يخرج الناس إلا للضروريات، لشراء أو عمل غير قابل للتأجيل، أو شراء المواد الغذائية حصرا، أو مساعدة الآخرين. فهل هذا يمكن أن يطبق في بلاد العرب والمسلمين؟ نقول هذا يجب أن يكون أصلا طواعية من الناس وليس فقط إجبارا من الدولة، بغض النظر عن النظام. يا إخوتي، الموضوع ليس موضوع نظام هو ديكتاتوري أو هو ديمقراطي، هو موضوع فيروس لا يعرف أحد منا. هو فيروس إذا وصل ممكن أن يقتل الكبار في السن. يعطي بعض الإخوة والأخوات يقول ولكن أنا لست كبيرا في السن وأنا ممكن أن أذهب. وأتاني هذا السؤال بالنسبة لمصلين المساجد، عندما قلنا صلاة الجماعة ليست ممنوعة ولكنها معلقة لفترة معينة حماية للناس، أتى من يقول ولكن وهل عندي خطر؟ أقول له يا شاب، يا أخي، يا ابني، يا صغير، يا كبير، أنت ليس ربما عليك خطر كبير إذا أتتك الكورونا، حتى بالعكس ممكن أختي وأخي يأتيك الكورونا وتتغلب عليه وربما لا تحس به، أو تحس فقط برشح بسيط مثل أي غريب عادي. المصيبة أنك مسؤول عن غيرك، أنك تلتقي مع الناس في الشارع، في الحافلة، في مكان العمل، في مكان التجارة، في مكان الأكل والشرب، ومع أهلك ومع أبيك. فهل تريد أن تكون مسؤولا عن وصول هذا الفيروس لإنسان معين ربما تقتله وهو فوق 70 أو أحيانا فوق 30 ولكنه عنده مرض رئة معينة؟ فإذا هذه النقطة يجب أن ننبه عليها إخوتي. عندما نتحدث عن المساجد لا يأتي أحد ويقول، خاصة في البلاد العربية والإسلامية التي إلى الآن ليس هناك نظام واضح للتعامل مع الموضوع، ويقول ولكن المتاجر مفتوحة. يا أخي،
خطأ. ولكن إذا كان هناك خطأ، هل أزيد احتمال العدوى بدعوة الناس إلى المساجد؟ لا، أعلقها بعد ذلك. يعني كل ما تعمل شيء يخفف من عدوى هذا الفيروس، كل ما أنت تقلل من خطره. لماذا إخوتي وأحبابي؟ لأن تضاعف هذا الفيروس ليس تضاعف فقط بسير 2 أو بسير 3 أو بسير 4، وإنما تضاعف أسي. يعني 2 بسير 4 صح، طيب 3 شو بيصير؟ 9. والعشرة شو بيصير؟ 100. طيب 100 شو بتصير؟ 10,000. 1,000 شو بيصير؟ 1,000,000. بعد فترة خدوا إيطاليا، إيطاليا بدت ب 200، بخلال شهر صار 200 ضرب 200 قديش؟ 40,000، تمام 40,000. بس هذا يلي نحن شفناه ويلي حسنوا يلاقوه. أما ما يسمى بالألماني نحن نسميها دونكل صفر، يعني الأرقام المخفية أو الغامضة التي لا يعرفها أحد، موجود هو الفيروس بجزء 5 أضعاف، بجزء 10 أضعاف من الذي نعلمه. والحمد لله نقر مع الناس يا جماعة أن 90%، ربما يصل 95، ربما 97%، الحمد لله ليس عليهم خطر. الخطر هو سرعة العدوى وتأثيره السلبي على كبار السن وعلى كل من عنده أمراض أخرى. طيب شو بيصير إذا أتى إنسان وقال مو مشكلة يمرضوا بيطيبوا؟ لا، المشكلة أن النظام الصحي كله إذا كثر هذا العدد مثل ما صار بإيطاليا ينضرب في عصبه. ليه؟ لأنه الأمراض الأخرى موجودة، يلي عنده سرطان والعياذ بالله موجود، يلي عنده مرض قلب موجود، يلي عنده رشح وغريب عادي أحيانا يمكن خطير موجود. طيب إجا فوقهم هدول كلهم مرضى الكورونا وكثروا بهذا التقدير يلي ذكرته، يصير خراب بيت النظام الصحي كله. طيب يأتيك من يقول ولكن عندنا أصلا ما في نظام صحي، مخروب بلاد، ما في نظام صحي، ما عارفين شو صاير بالمستشفيات. نقول والجواب على هذا، هل يعني هذا إذا كان النظام الصحي تبع الدولة المعينة ضعيف أن نضربه أكثر من ضعفه؟ نقول لا. فإذا أي تصرف إخوتي، وهذه التصرفات التي ذكرتها سهلة وبدون أي هلع وبدون أي خوف، التجنب ثم التجنب أي لقان. طيب يأتينا إخوة مثلا في بلاد معينة يقول نحن لم يحصل عندنا هذا، يعني مثلا أول ما أجت سوريا قالت نحن ما عندنا، ما دخلنا، ما لنا علاقة. طيب شلون ما في علاقة والحجاج الإيرانيين آتون يوميا من إيران؟ كيف ما في علاقة وهم يأتون من المناطق التي يجتمع الناس فيها فوق بعضها؟ فإذا دخل الفيروس لسوريا ويجب أن يتصرف الجميع بغض النظر راضع عن الحكومة غير راضع عن الحكومة، الجميع يجب أن يتصرف ومباشرة لحماية البلد. طب يأتي مناطق مثل مناطق اللي ليست تحت سيطرة النظام، مثل مناطق إدلب حماها الله وحررها وجعلها وأنقذ الناس فيها، ممكن أن يكون تأخر فيها الكورونا صحيح. ليه؟ لأنها أصلا منعزلة المساكين، ما يدخل عليهم أحد. ولكن المصيبة الكورونا إخوتي هنا أنها إذا دخلت تنتشر بسرعة عجيبة جدا، فتكون المخيمات بين لحظة وأخرى صار كلها حاملين الفيروس. بلاد مثل غزة، إخواننا في غزة المساكين فرج الله عنهم ووفقهم، أتاهم قبل يومين مسافرين من باكستان وأتوا بالكورونا. فبمكان مثل هذا الخطر شديد جدا 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 على أن يكبر بشكل كبير. فلسطين يأتي من يقول ولكن هناك اليهود المتدينون يريدون أن يصلوا ويريدون أن يدخلوا، فيجب علينا كذلك أن نصلي مثلهم. نقول لا يا أخي، لا يعني إذا كان واحد من غير دينك ولم يأتيه القانون أو أتاه القانون وخالفه وأنت
مقتنع أن بدينك يجب عليك حماية الإنسان كأول شيء، فوقتها تمشي على دينك وتمشي على القانون المعين المعروف طبيا في جميع البلاد وتتصرف عليه. فإذا تعليق الجمع والجماعات مرة أخرى يا جماعة يا إخواتي يا أحبائي هو مسموح، بالعكس بل هو واجب. وحتى هدول الأخوة اللي بيقول لك سمعت شيخ من مصر الكنانة، يعني ما بدي أذكر أسامي لكي ما يحسب علي أنني أهاجم فلان، لا أريد أن أهاجم أحدا، فقط أريد أن أشرح يا أخي. يقول نذهب أقلاء على المسجد. طيب يا أخي إذا أقلاء تعدي وتطلع لبرا بصيروا كثور. يقول نجلس في الشارع، في الشارع يعني تقطع الشوارع، هل هذا كلام لحل المشكلة؟ أو حتى إذا في الشارع إذا كنت المسافة متر حتى بينك وبين الآخر ممكن أن تصيبه. فإذا إذا كانت الفتاوى الشرعية موجودة وسهلة فيجب علينا أن نأخذ بها وأن نترك إخوتي الله يخليكم موضوع نظريات المؤامرة. نظريات المؤامرة والله يعني في حجي فلسطيني رأيت عنه فيديو، لم أزعل منه لأنه غير يعني عم يحكي من قلبه المسكين، قال لك هذه مؤامرة صينية أمريكية خليجية سعودية قطرية ضد الصلاة في المسجد الأقصى. والله لم أزعل منه لأنه واضح إنسان يعني بعمر أبي وأحبه دون أن أعرفه، وكتر خير ولا نحرج منه، ونقي نقول أصلحك الله يا شيخنا أصلحك الله يا حاج. لكن ترى ناس أئمة، ترى ناس شبه علماء يستفتون، يقول هذه خديعة عالمية، يقول هذه أمريكا حصنت نفسها وأعطت مناعة لشعبها وأعطت مناعة للإنجليز وضربت الصين. يأتي من يقول بالعكس الصين هي اللي أعطت المناعة وضربت أوروبا. يا أخي على أي أساس عم تتكلم هالكلام؟ وعلى فكرة هذه نظرية المؤامرة ليس فقط عربية وليس فقط إسلامية. هنا عندنا في أوروبا الآن في طبيب رئة ألماني عمره ربما فوق 70 وكان من زمان محترم وعنده أبحاث جيدة ربما وله اسمه وكان سياسي حتى في البرلمان الألماني، يقول أن هذا ليس شيئا عاديا وهذا غريب عادي. فيأتي من الشباب والإخوة والأخوات من يوزع كلامه ويظن أنه صحيح. وأين يتكلم هذا الكلام؟ يتكلم عن واحدة اسمها إيفا هيرمان وهي مذيعة تلفزيون ألمانية، تركت التلفزيون الرسمي ودخلت بخط يميني متطرف عنصري ضد المغتربين ضد المهاجرين، تقول أن ألمانيا تغير كل مقومات وجودها الثقافي لأنها تستقبل اللاجئين. ويأتي مثل هذا الدكتور الطبيب ويقول هذا الكلام عندها، ويأتي من إخوتنا من يوزعه على الناس ويقول دكتور ألماني طبعا، ولكن مع ذلك نظريات المؤامرة إخوتي موجودة مع أذكياء ومع جهال، موجودة هنا وهناك. فإذا نحن نأخذ ما نتعلمه وما نعرفه من الناس، ولو كان كذلك يعني ولو كان كذلك أنه فعلا الشغلة بسيطة وما فيها شيء، كانت أول بلد تركت الأمور ولم تفعل شيئا هي إيران، صح لما لا؟ إيران من يجبرها أن تقوم الآن تشحد حتى من صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار مساعدة سريعة؟ لا نريد أن نقول شحادة أو غيرها، ولكن تطلب. لم يتفعل ذلك منذ قيام الجمهورية الإسلامية 40 سنة. لو كان كذلك وعندها فيرولوجن يعني الفيرولوجي هن الأخصائيين الفيروس وعندها علماء وعندها كل شيء، فلماذا تقوم بكل هذا؟ فهذا شيء فعلا جد. هناك من يتحدث ويقول مناعة القطيع يعني herd immunity، يعني عندما نترك هذا المرض أو الفيروس ينتشر بشكل كبير ويصل إلى 60-80% مثلا من المجتمع، ماذا يحصل؟ يحصل أنهم يصير عندهم مناعة ومع الوقت يقضى عليه أو يحجب هذا الفيروس. صحيح
فيها شيء من الصحة، ولكن يجب أن تأخذ وقتك. لماذا؟ لأنك إذا قمت بهذا ما أراده بوريس جونسون في إنجلترا، في بوريس جونسون قال لا أريد أن أفعل شيئا، وودعوا نفسكم من بعض أحبابكم، ولكن بعد شوي عرف إذا ترك ذلك يموت زيادة عن العادة 250,000 إنجليزي، 250,000 خلال فقط بسيط. هل يستطيع ذلك؟ رأينا إيطاليا، المساكين ليس عندهم مكان لدفن الناس. فإذا لو كان الأمر كذلك لكانت بوريس جونسون، لكانت الصين نفسها لم تفعل كل هذا. من يجبرها؟ من يجبر الصين أن تقوم بكل هذه الأمور؟ حتى دول متقدمة مثل السويد، مثل هولندا، تأخروا جدا. حتى عندنا في النمسا في منطقة اسمها تيرول، السياسيين هناك تأخروا وتركوا الناس السياح الذين يأتوا للتزلج على الثلج، يأتوا المساكين ويذهبوا مساء إلى المطاعم أو البارات أو غير ذلك، ويجتمعوا مئات في مكان واحد، عشرات أخذوا معهم المرض وربما مئات، ووصل المرض من النمسا، من عندنا، من تيرول، إلى كثير من البلاد الإسكندنافية التي أتوا السياح لكي يستجموا ويمارسوا الرياضة هنا عندنا في النمسا. فإذن إذا أتاك مسجد في السويد أو في هولندا وقال هل أعلق الجماعة عندي والجمعة، أقول له نعم علقها ولو لم تجبر. ليه؟ مثلا النمسا أول ما طلع القرار قالوا 100 واحد. نحن قلنا الحمد لله، الهيئة الإسلامية قالت بحمد الله تعالى بحكمة نعلقها مباشرة. لماذا؟ لأن الأطباء قالوا صحيح القانون لا 100، ولكن كل لقاء ليس له لازمة إلغيه. طيب هل الجمعة ليس له لازمة؟ أعوذ بالله، هي شعيرتنا وهي ديننا وهي صلاتنا الأسبوعية، ولكن في هذه الحالة تماما يسقط فرضها. هل نحب الجمعة أقل؟ هل نحن مستهترين بالجمعة؟ أعوذ بالله. يعني الفرض سقط عنا وطلب منا أن نقوم فيها في بيوتنا. طبعا المرة الماضية تحدثت عن موضوع إمكانية جعل الصلاة أونلاين، هذا فيه كلام وقلته فقط للتفكير، أننا نتفكر في الموضوع ونتحادث وربما إجراء مشاورات مع علماء ومستشارين وأئمة ووعاظ، لكي ربما يمكن في مثل هذه الحالة أن يكون هذا الموضوع. ولكنني لم أقل، قلت أميل إلى فتح باب النقاش وأميل إلى أن هذا ممكن شرعا، ولكن له حديثه ربما نفصل به في وقت آخر إخوتي وأحبابي. إذن المهم هو أن الذروة لا تكون سريعة مباشرة في الوصول إلى العدوى، ولكن أن تكون الذروة أفقية، ويحاول الإنسان هنا في النمسا كلام جميل جدا يحفظوه، أن عدد العدوى في 14 يوم في أسبوعين أن يساوي عدد الذين الحمد لله طابوا وارتاحوا من هذا الفيروس. فإذا أنت توازن الموضوع كله موازنة إخوتي وأحبابي، هذا الضروري أن نعرفه وأن نكون نحن قدوة لغيرنا حتى إن لم يجبرنا القانون. فإذا كان هناك أي إجبار من القانون فنحن مع هذا الإجبار، ولكن إن لم يكن هناك إجبار نجبر أنفسنا. هو اسمه الحجر التطوعي أو الحجر الطوعي، فنجبر نفسنا وأهلنا بذلك، كما قلت مرة ثانية تذكيرا، ليس خوفا على أنفسنا بل خوفا على الآخرين. طيب مطاعم أيضا بلاها، ماذا نفعل بإخواننا أصحاب المطاعم؟ نشتري منهم، نقول حضر لي كذا وممكن تأخذه إن لم يكن ممنوعا أصلا ومطلوب منه الإغلاق. إن طلب الإغلاق فأفضل وأحسن. ماذا يعمل إخواننا الموظفون في المتاجر وغير ذلك؟ طالما غير ممنوع ينتبهوا على أنفسهم إن لم يكن لهم أن يقوموا بغير ذلك. فالحيطة ضرورية، وأن نكون قدوة إخوتي وأحبابي ضروريا، وأن لا يكون الخوف
من الهلاك على النفس ولكن الخوف على الغير. هذا هو فرق الكورونا. وقال العلماء: من يخشى على ضياع ماله أو حتى على ضياع دابته ممكن أن يترك الجمعة والجماعة، فكيف بخوفك على أبيك وأهلك وغيرهم؟ هل يمكن لهذا الأمر أن يستغل سياسيا؟ أن دولة تجي تقول أو نظام مخابرات يقول تمام الله بعته نعمل حظر تجول؟ طبعا ممكن، طبعا ممكن، ليس فقط عندنا في البلاد العربية والإسلامية بل هنا في أوروبا. انظروا إلى جيراننا هنغاريا. بهنغاريا رئيسهم أوربان اليميني الأقرب جدا للتطرف، والذي عنده اللاجئين وكأنهم الشيطان الرجيم، مع أنه ليس عنده لاجئين، يريد أن يغير القوانين ويعطي لنفسه ولحكومته صلاحيات خارج البرلمان يتصرف فيها ما يشاء. البارحة فشل بذلك ولكنه يعمل عليها، فقال هو اجت الله جابه الكورونا. فحتى في أوروبا نحن مهددون. أنا بعض دول الاتحاد الأوروبي أن تأخذ خطوات فيها شيء من الدكتاتورية أو حتى النظام الشمولي في حجة الكورونا. فمثلا في النمسا كل القوانين التي خرجت، حتى القوانين الصحية والقوانين المالية وقوانين حماية العمال والموظفين، كلها كانت من البرلمان أولا. ما في رئيس حكومة يقول لك أنا بمنع الناس من الدخول. شو بمنع الناس من الدخول أو الخروج؟ ليس حقك، هذا حق عام. فكان الحمد لله عندنا في النمسا حتى كل البرلمان مع المعارضة السياسية كانوا مع الحكومة في هذه المرحلة الطارئة، مع أنه عادة معروف المعارضات الديمقراطية دائما ضد الحكومة. يعني بلا مؤاخذة، إذا الحكومة قالت على شيء أبيض المعارضة عليها أن تجد فيه الأسود لتقول أن هذا خطأ وليس ممكن أن يكون دائما صحيحا. في هذا الأمر الحمد لله كلهم أخذوا على هذا الموضوع. طيب، موضوع آخر، هناك من يروج أن بعض المحلات العربية التي تفتح سوبر ماركت العربية تغلي الأسعار، ويأتي بعضهم، وهنا أقول إخوتي والله لازم ننتبه، ويأتي بعضهم من يقول قاطعوا المحلات العربية أو قاطعوا حتى المحلات التركية. ليه 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 نقاطعهم؟ ليه نقاطعهم؟ هل ألا نخاف الله به الكلمة؟ ناس أتوا مساكين، عطوا كل ما عندهم، منهم أخذوا قروض، منهم أخذوا أموال أهلهم، منهم استدانوا ليفتحوا محل، وبعد ذلك نقول قاطعوهم؟ أما الذي يغلي الأسعار فطبعا نقول له اتق الله، ولكن بنفس الوقت نقول أن البلد هنا، نتكلم عن النمسا وعن أوروبا عموما، موجود الباقي، موجود المواد كلها في كل مكان، فإذا ليس مجبورا أن تشتري منه، من الذي يغلي الأسعار، وستروا أن الذي يغلي الأسعار مقارنة بغيره سيخسر الزبائن وبسرعة لأن العرض موجود. طيب، صار محتكر، راح الرز وما ضل إلا عند المحلات العربية، في النمسا لم يحصل، لنفرض فرض المحال ليس بمحال، ساعات تذهب إلى التموين وتذهب إلى مصلحة الضرائب وتقيم عليه حتى إبلاغ للحكومة وللسلطات أنه يحتكر وأنه يستغل الناس. فإذا الاستغلال فتواه حرام شرعا، ما في داعي لشرح السبب. أما التهجم على الناس أو طلب عدم الشراء من المحلات العربية فهذه مسؤولية كبيرة إخوتي، أرجو منكم كلكم أن نبتعد عنها، هذا أمر مهم. للأسف الشديد إلى الآن إخوتي وأحبابي لم أستطيع أن أصل إلى طريقة أقرأ ما تكتبوه. أنا أرى الآن على الموبايل عندي أنكم تكتبوا ما شاء الله، ولذلك نتفق أنني سأجمع هذه الأسئلة وستكون إن شاء الله معالجتها مثل أسئلة اليوم. كل شيء تكلمته اليوم هو عن الأسئلة التي أتت، نقطة مهمة جدا أتتني أيضا وأقرأها الآن مع أنه صعب القراءة، هو التذكير بموضوع الأدوية. هناك من يستعمل أدوية على الإنترنت، يمسك ويأخذ أي دواء يعطوه يا الناس، حتى في أدوية خطرة. لا أخوتي،
دائما الله يخليكم، الله يخليكم، انا لست هنا طبيبا ليعطي نصائح طبية ابدا ابدا، انا مهندس شغلتي واعطيكم الخبرة الموجودة هنا من الناحية التي وصلت اليها، ولكن دائما استشارة الطبيب، استشارة الطبيب. حتى الكمامات الطبية هناك من يتاجر بها بأسعار غالية وأنواعها رديئة ولا نحتاجها، يعني ضروري جدا نعرف ذلك. هناك disinfections مثل يعني معقمات ليست معقمات وموجودة فقط للناس، فإذا ننتبه على هذا الأمر إخوتي وأحبابي. فنحن أمام، وبهذا أنهي، ليس وباء، هذا الكورونا ليس اسمه وباء، هذا اسمه جائحة. الجائحة، الفرق بين الوباء، الكوليرا كانت وباء، الإيبولا وباء لأنها لها تحديد جغرافي، أما إذا انتشرت وصارت عالميا فتسمى جائحة، ونحن أمام جائحة عالمية إن شاء الله ننتهي منها بسرعة. وعلمت البشرية أن هذه الجائحة أتت عن طريق الأغنياء وعن طريق أصحاب المؤتمرات وعن طريق الأطباء حتى نفسهم وعن طريق المهندسين المسافرين زملائي. هذا علمنا شيئا كبيرا، أنك يا إنسان لا تتكبر، أنك يا إنسان مهما كبرت ومهما صار مالك ومهما صار وضعك ومهما سطرت في العالم، انظروا للطيارات كلها في الأرض اليوم من أجل موضوع بسيط جدا جدا وهو الكورونا هذه، فهذا ضروري جدا نعرفه. الشيء الأخير الذي أنهي به الآن وبعد ذلك نعيده إن شاء الله ونعود له في الحلقة الثالثة، لأن طلب مني ذلك ولأنه مهم جدا هذا الموضوع، وهو ماذا أعمل في بيتي. طيب أنا الآن في البيت مع الأولاد، كثر الوقت، هناك نسمع قصص شجار بين الأهل أمام الأولاد، الأب والأم كل الوقت عم يتخانقوا، كل مساكين الأولاد عم يتفرجوا عليهم، عم يقول يا ريت تخلص الكورونا مشان نخلص، يروح أبي يشتغل أو تروح أمي تشتغل. لا يا أخوتي، في طرق كبيرة جدا جدا أن نأخذ من هذه المصيبة دروس وعبر لحياة جديدة ولطريقة جديدة للتعامل مع الناس ولطريقة جديدة للتواضع وللهدوء ولتخفيف السرعة في التصرف وللتفكير ولأخذ الوقت مع الأولاد وللعب معهم وللحديث معهم وللحديث مع الزوجات والزوجة مع والزوجات مع الرجال لتتعرف عليهم من جديد. والله العظيم أحيانا يكون واحد متزوج 15 سنة عايشة معه وينسى ولا يعرف من هي، والله لا يعرف. كثير أيام بتصير معنا عندما نسأل الأسئلة وتجلس مع اثنين ترى أنهم لا يعرفوا بعضهم. فهذا وقت إخوتي أن تتعرف على زوجتك وهي تتعرف عليك، وأن تتعرف على أولادك من جديد وتكتشف بهم أشياء جديدة غريبة عجيبة، تقول هذا ابني والله ما كنت بعرف. فإن شاء الله هذه النقطة، وجزاه الله خيرا أخونا الكريم اسمه عبد الحميد، ادعو له ولبنته سارة ولزوجته رميزة صاحب الفكرة الذي قال أنه ضروري جدا أن نتحدث بها، لأننا نسمع أن هناك بعض العائلات الذين متضايقين جدا في هذه الأيام. فنحاول إن شاء الله في الحلقة الثالثة وربما الأخيرة على موضوع الكورونا وما علاقته بالكورونا أن نعالج هذا الموضوع. وإن كان هناك أي أسئلة إخوتي وأحبابي في هذا المجال، مجال الكورونا ومجال الحجر الصحي والحجر في البيوت، فأرجو منكم أن تبعثوه في التعليق تحت هذا الفيديو لكي نتابعه. وهناك أخونا الفاضل محمد الزعبي من اللي يفضل علينا، وسيأخذ هذا الفيديو ويقوم به بشكل يوتيوب، يعني خفف الشغلات اللي ربما أطلت أنا بها وينتجه بشكل ممتاز ويأتي بعد ذلك على اليوتيوب. فمسموح لكم، هناك بعض الإخوة من يسأل ويقول هل ممكن أن أوزع هذا؟ طبعا ممكن، يعني نحن نقوم بهذا إن شاء الله فقط
لتعميم الفائدة إن شاء الله رب العالمين. والله أعلم. نسأل الله الخير والثبات وسداد الخطى فيما نفعل لنا ولأهلنا ولزوجاتنا وأحبابنا وأهلنا وآبائنا وأجدادنا، وخاصة الذين يمكن أن يعانوا من مرض معين في هذه الأيام. بارك الله بكم، دعواتكم، وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.